أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تجري اتصالات مع مختلف القوى الدولية لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية المدنيين ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية إليهم في ظل الأوضاع المتردية التي يواجهها داخل القطاع. وفي مداخلة مع قناة CNN أوضح وزير الخارجية أن القصف الجوي الإسرائيلي تسبب في تضرر الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل يعطل دخول المساعدات الإنسانية التي تنتظر بالفعل في مدينة العريش. وقال شكري إن مصر لا تمانع في مرور أي أجنبي إليها من خلال معبر رفح شريطة استيفائه للإجراءات التي يضعها الجانب الفلسطيني وبالتنسيق مع سفارات هؤلاء الأشخاص. وجدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لاستهداف المدنيين مطالبا باحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية القائم على حل دولة وفقا للمرجعيات الدولية، وبوصف ذلك هو السبيل الوحيد لوقف العنف وإقرار السلام في المنطقة.